إيش أكثر خامة يعني مفضلة بالنسبة للسعوديين أو بالنسبة للجزيرة العربية؟ هو السائد أكثر شيء الآن بحكم الحرارة في السعودية هي الأقطان، أكثر شيء هي مطلوبة عن البروستر. البروستر مطلوب بس القطن أخذ حيز أكبر. يعني الأقطان في الرياض مثلا القطن الطبيعي صعب شوي يلبسوه، لأن القطن الطبيعي في الجو الجاف ما يكون مناسب، ونفس الوقت يكون في مشاكل كثير. وفي الغربية يكون أريح لأنه الجو هناك رطوبة، فالقطن الطبيعي يكون أريح. حتى لو كان مشكلة القطن الطبيعي أنه يتكسر وأنه يتعفط ويكون شكل الثوب مش مقبول، يعني أيوه كأنه مانكوا يعني. لكن في الغربية لأنهم متعودين عليه فصار هناك عندهم عادي. لبسته مثلا في الرياض القطن الطبيعي الكهرباء وكذا تأثر فيه، ما في رطوبة، فأغلب شيء يكون في المنطقة الوسطى هي القطن الطبيعي الصناعي، هو أكثر شيء هنا ماشي بأشكاله كثيرة، في أنواع كثير من الأنسجة القطن الصناعي. الفترة الأخيرة برضه ظهرت أنسجة جديدة بنفس الديزاين، نفس الوزن والثقل الأول بس تصاميم جديدة. وبالغربية برضه الأقمشة الأقطان مميزين فيها، لأنه إذا تعمقت في القطن الطبيعي، القطن الطبيعي مجاله كبير وعالمي، يعني يستخدمه في كل مكان في العالم. القطن الصناعي اللي نستخدمه هنا في السعودية تقريبا هو خاص في لبسنا احنا في السعودية، لكن القطن الطبيعي لا، هو موجود في فرنسا، موجود في بريطانيا، موجود في بشكل عام يستخدمه للرجال. فهذا التقسيمة هنا، يعني هنا بيكون القطن الصناعي وهناك بيكون القطن الطبيعي.